بعدنا في موضوع الروح والنفس والجسد، وطبعا بقدر ما تكون أنت في هذه الحياة الدنيا مع نفسك في حالة من الورع والصلاح والتقى والإيمان، كل ما أنت قاعد ترتقي بنفسك، ترتقي بدرجات نفسك إلى المعالي. هل يمكن تتراجع؟ أنت لا تتراجع، قد تتوقف عن عملية النمو الروحي. وفي هذه الحالة عندما الأشرار وعندما ينتقل أولئك إلى العالم الآخر، هاي النفس تكون مهتمة ومغتمة لما فعلته وارتكبته في تجربتها الأرضية، وبالتالي تصير لها معاناة. لو يدرك هؤلاء الذين يرتكبون الضلال والمعاصي ونهب الحقوق والاعتداء على الآخرين ما يفعلونه، كيف سوف يكون له الأثر البالغ على نفسهم وعلى المشبك الروحي الذي يربط الجسد عند خروج الروح؟ فهذا سوف يكون له بالغ الألم في وقت خروج الروح، خصوصا أن الجسد بقدر تعلقه في هذه الحياة الدنيا بالأمور المادية، فإن خروج الروح خروج النفس بإطلاقة هذا المشبك الروحي سوف يكون صعبا ومبالغا فيه أن تخرج. لذلك يضربون وجوههم وأدبارهم حتى هاي النفس تخرج وتنفك من الجسد بطريقة شديدة لتعلقها الكبير بالماديات. هنا نقطة جوهرية أيتها الواعي وأيها الواعي، فيجب أن تعرف أن الأشياء المادية في هذه الحياة الدنيا مجرد أنك تستفيد منها، وأنك في أي لحظة سوف تغادر، فلا تشبك عقلك وروحك ونفسك شبكة قوية مع اللي يسمونه التعلق بالأشخاص، بالأحداث، بالأموال، بالأمور المادية. فتعلقك الكبير بهذه الأمور فوقت حصول الموت يصير في هناك انزعاج كبير في خروج الروح، وبالتالي خروج النفس إلى مستقرها الطبيعي اللامادي اللي مختلف تماماً عن قوانين الموجودة في عالم المادة في التجربة الأرضية.